بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم اجتماع اللجنة المالية بمجلس الأمة لمناقشة مشروع قانون الإذن للدين العام للدولة، وهذا القانون سبق أن طرحه في جلسة المجلس الأمة السابقة، وأشكر جميع أعضاء مجلس الأمة الذين تفهموا حاجة الدولة لمثل هذا القانون، وأعطوا الحكومة فرصة لمدة أسبوعين للنظر في الملاحظات التي تم طرحها بالجلسة وبالتالي مناقشتها. اليوم احنا حضرنا للجنة المالية وأبدينا أن حاجة الحكومة لا زالت ملحة وضرورية لمشروع القانون، وهو السقف الأعلى اللي كان بحدود 20 مليار دينار كويتي، وكذلك يعني التأكيد على أن الصرف يكون للمشاريع البنية التحتية والإنشائية، وأن هناك ما تزيد قيمة الدين العام عن 60% من الناتج المحلي، مع إزالة النسبة 40-60 حتى تتمكن يعني الأجهزة المالية داخل الدولة في الإنفاق المناسب. طبعا من الملاحظات المهمة اللي طرحها أعضاء مجلس الأمة اللي هي جدولة الدين، وشرحنا حق اللجنة أن جدولة الدين راح تكون جدولة سنوية، وأن الآلية راح تكون بناء على العجوزات اللي تظهرها نتائج الحساب الختامي لكل سنة مالية. في هذا الجانب يعني تلقت الحكومة من اللجنة مقترح من قبل اللجنة بتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض. احنا خذينا هذا المقترح وان شاء الله راح ندرسه ونرد على اللجنة بشكل مكتوب في رأينا، وبالتالي ان شاء الله يصير هناك تعاون فيما بين الحكومة واللجنة، وبالتالي نروح الى المجلس وان شاء الله نحقق اقرار هذا الدين لتتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.